شركة هواوي فاجأت الجميع، أعلنت عن أجهزة خرافية. أنا عندي جهازين، من ضمنهم معاي الهواوي ميت 20 برو ومعاي الهواوي ميت 20، ولكن هي أيضا أعلنت عن الميت 20 RS والميت 20 X. بدي أحكي بهذا الفيديو عن RS، إيش عنده مميزات وهل ممكن تشتريه ولا لا. فهو فعليا معمول من هذا الجهاز بنسخة أفضل، نشوف إيش الفرق وين الفرق وليش أغلى من هذا، فخليك معي. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. أنا بصراحة كثير يعني سعيد باللي سوته هواوي. بصراحة ناس بيسموا هذا تطبيل، أنا بسميه، بدي أذكر الناس اللي بيحكوا لي أني بطبل، أنا شخص بعشق التقنية فعليا، عشان هيك عامل قناة. فأنا فعليا بحب التقنية، ما بطلع أنه هاي أبل ولا هاي هواوي، بشوف الإشي بعبر عن مشاعري بالكلام. فهذا مش اسمه تطبيل، هذا اسمه حب للتقنية بتحكي عنها. إذا إشي عجبني صعب أحكي لا أبكرهه، صعب، مش قادر أحكي أني بكرهه بصراحة، حرام عليكم. على كل حال، الميت 20 RS هي النسخة الأفخم في كل جوالات هواوي، بالتعاون مع بورشا وبالتعاون مع هواوي طلعوا بإشي كثير مرتب. فإحنا نحكي عن هذا المواصفات. أول شيء نحكي عن التصميم. جسم الجهاز مصنوع من الزجاج ومغطى بالجلد، والإطار بده يكون من المعدن، فعندك ثلاث خامات: معدن، جلد، وزجاج. هذا بصراحة إشي مرتب، وزي ما أنتم ملاحظين بالصور إنه الجلد مغطي قسمين من الظهر وقسم ظلوا الزجاج، والسبب عشان يدعم الشحن اللاسلكي. من الأمام حتشوف إنه معظم الشاشة مغطي الجسم بالضبط زي ما عندنا الميت 20 برو، والبصمة حتكون جوا الشاشة، وحيكون عندنا الفيس اي دي تبعت الهواوي الجديدة بالقذلة الكبيرة نوعا ما. بشكل عام تصميم الار اس للي بيحبوا بيبحثوا عن التصميم حتاخذ فخامة يعني غير اعتيادية، عشان هيك اصلا سعره غالي، مش عشان مواصفاته، السعر غالي بسبب التصميم. انا رأيي، هذا رأيي الشخصي، لان المواصفات حتشوفها قريبة كثير منهم، بس فعليا متعوب على التصميم. طبعا الجهاز يعني مقاوم للماء والغبار IP68 عشان تكون بالصورة، ويدعم شريحتين النانو سيم كارد موجودة هون. الشاشة بالضبط زي هاي AMOLED 6.39% انش QHD، يعني تعطيك 2K عالية الجودة 19.5 على 9، وبتعطينا 538 بيكسل لكل انش. طبعا محمية بكورنينج غوريلا جلاس، مش مذكور الرقم، انا بعتقد على الاقل بده يكون 5 اذا مش 6، ممكن يكون 6 بس ما ركزوا على الموضوع. وبتدعم تقنية ال HDR10، فتاخذ جودة خرافية من ناحية انك تحضر محتوى على هذا الجهاز. نظام التشغيل حيكون الباي اندرويد باي 9، وحيكون عليه سكن ال EMUI برضو 9 من هواوي. المعالج اكيد بتعرف شو المعالج، هو الكيرن 980، احدث واقوى معالج من هواوي وافضل معالج في عالم الاندرويد حاليا. 7 نانومتر، افضل اداء، افضل سرعه، افضل استهلاك للطاقه. فيه وحدتين من الذكاء الاصطناعي موجود في هذا الجهاز لحتى تدعم كل العمليات الموجوده في الجهاز. حيكون سريع، يعني حيعطيك اداء في كل شيء ممتاز. عملوا ديمونستريشن، شفتوا بالايفنت، عملوا ديمونستريشن اي عرض انه كيف ممكن يصور اشي يعمل مجسم 3D بعدين يجهز لك اياه ويصير جاهز تستخدمه وانت واقف. هذا الكلام كبير كثير للي بيعرف ايش يعني تعمل 3D، بصراحة اشي يعني كثير مبدع. لحد الان انتم شايفين انه الفرق حيكون فقط بالتصميم، فعليا هذا اللي موجود. بالنسبة للساعات التخزينية عندنا خيارين: 256 او 512 جيجا مع 8 جيجا بايت رام، هذا برضه فرق بينه وبين الميت 20 برو. وعندك اس دي كارد اللي هي نانو اس دي كارد اللي اعلنوا عنها الجديده 256 جيجا بايت، ممكن تدعم ل 256. بالنسبه للكاميرات عندها نفس كاميرات بالضبط ايدنتيكال، يعني نسخه عن كاميرات الميت 20. الاساسيه حتكون 40 ميجا بكسل بفتحه 1.8، حجم الحساس خرافي كبير جدا 1 على 1.7 انش، اكبر حجم حساس. وحجم البكسلز 1.4 مايكرومتر، وهي 27 ملم مداها، تعتبر عريضه نوعا ما. الثانيه حتكون 20 ميجا بكسل بفتحه f2.2، مداها 16 ملم اقصر، وهي تعتبر الترا وايد، يعني جدا جدا عريضه. فراح تاخذ فكره انك تصور اشي عريض بهاي الكاميرا.
الثالثه 8 ميجا بكسل بفتحه اف 2.4. هاي الكاميرا حتعمل الزوم ل 3 اكس زوم، او مش 3 اكس، 5 اكس زوم، مداها 80 ملم، وهي نفسها اللي راح تعطيك خاصيه انك تعمل زوم وتصور تصوير ماكرو. اذا بتعرف التصوير الماكرو اللي هو بيقرب جدا، بكبر الاشياء بطريقه رهيبه، حتضلك محافظ على التفاصيل حتى بالتكبير. واخر عدسه طبعا هي مدعومه بالاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، غير مذكور انه العدسات اللي قبلها مدعومه. انا بتمنى يكونوا مدعومين على الاقل بالالكترونيك ايمج ستابلايزيشن. على كل حال راح نشوف اداء الكاميرا كيف، وانا اجربه ان شاء الله، يعني حتشوفوا فيديوهات كثير عن هذا الجهاز، بالذات ال20 الميت 20 برو والميت 20، لانه هم اللي توفروا لدي، راح اعطي فيديوهات بقدر المستطاع عنهم. بالنسبه للقدرات الفيديو حيكون 4K او فول اتش دي او اتش دي ب 960 فريم لكل ثانيه. الكاميرا الاماميه، خلينا نشوف الكاميرا الاماميه. طبعا من الامام بالقذلة حيكون عندنا كاميرا أمامية 24 ميجا بكسل، وحيكون عندنا حساسات انفراريد لحتى تعمل الفيس اي دي وتعمل سكان او مسح لوجهك لحتى تقدر تفتح القفل. مثال، جهاز مسكر، اضوي، هو بضوي مباشر، مع انه لو عملنا هيك بده البصمة. صحيح، عشان مدام صرنا فاتحين، خلينا نفرجيكم البصمة كيف تشتغل. ان شاء الله شفته. الجهاز ما فيه الفتحة 3.5، ولكن يدعم اللي هو سموها دول سبيكرز، السماعة من تحت وسماعة الأذن. كيف الصوت؟ لسه ما جربت، أنا عندي حيكون نفس الصوت اللي هون، راح أحكي لكم إن شاء الله رأيي في هذا الموضوع قريبا. البطارية حتكون 4200 ميلي أمبير مع شحن سريع ل 40 واط. هذا لحاله بصراحة إشي خرافي، وبرضه حيكون عنده قدره عنده شحن لاسلكي، وممكن هو يشحن اجهزه ثانيه تقدر تدعم الشحن اللاسلكي، وهذا شيء خرافي. اما بالنسبه للسعر، موقع جي اس امرينا حكى يعتقد انه السعر للميت 20 ار اس ممكن يبدا ب 1700 يورو. هل انت مستعد تدفع هيك مبلغ؟ احكي لي في التعليقات تحت، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو القادم. الى اللقاء.